على عكس لعبة الفيفا أو البيس اللي ممكن أي حد يلعبهم. إنما لو عاوز تلعب فوتبول مانجر لازم تكون بتفهم كورة، لازم تكون عارف يعني إيه تكتيك، لازم تكون عارف يعني إيه أدوار اللاعبين وإيه الفرق مثلا ما بين الهاف باك وما بين الديفنسيف ميدفيلدر، لازم تعرف يعني إيه بلاير تريد وإزاي بتأثر على أداء اللاعب، لازم تعرف إزاي تطور مهارات اللاعب وإزاي تحفزه، لازم تعرف إزاي أحط حصص تدريبية مناسبة للخطة بتاعتي، لازم أعرف إزاي أحلل الماتش. كل ده هتلاقيه على قناتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم لعبة الفوتبول مانجر. حلقة النهاردة هعتبرها حلقة مميزة إن شاء الله رب العالمين، لأنها بتتكلم عن السكاوتينج أو البحث عن اللاعبين المميزين علشان نقدر نضمهم في الفريق بتاعنا. أنا عارف إن كل الناس اللي بتحب تلعب لعبة الفوتبول مانجر دايما بتدور على لعيب يكون مميز، يؤدي أداء يرضي طموحه وينفذ التعليمات اللي انت بتديها له كما يجب ان تكون. جايب لكم النهارده برنامج مميز جدا اقدر استخدمه في البحث عن اللاعبين في لعبه الفوتبول مانجر. في الواقع انا ما كنتش بستخدم البرنامج دوت كتير بالرغم ان انا اعرفه من فتره طويله، بس اللي دفعني لكده ان انا كنت بتكلم مع اخونا سامي، واخونا سامي اعتقد ان احنا كلنا تقريبا نعرفه، هو افضل من يقدم محتوى عن لعبه الفوتبول مانجر في اليوتيوب. انصحكم طبعا تدخلوا على القناة بتاعته وتتفرجوا عليها، هسيب لكم رابط القناة بتاعته في صندوق الوصف في الفيديو ان شاء الله رب العالمين. المهم كنت بتكلم مع سامي وبقول له احيانا بجيب لعيبة غالية في التمن او لعيبة بتكون لعيبة مشهورة، ولما باجي العب لعبة الفوتبول مانجر مش بحس ان هم بيقدموا الاداء اللي انا بدور عليه. وفي لعيبة تانية قد تكون لعيبة مغمورة، ولكن وانت بتتفرج عليهم في محرك اللعبة بتكون مستمتع بادائهم، بتحس ان هم بيعملوا اللي انت عاوزه بالظبط. فلفت نظري لمعلومة مهمة جدا هي الميتا بلاير. الميتا بلاير هم اللعيبة اللي بيأدوا اداء استثنائي في هذه اللعبة، ومش شرط يكون اللعيبة غالية او لعيبة مشهورة، ممكن يكون لعيب عادي ولكنه بيؤدي اداء استثنائي في اللعبة. الناس اللي بتلعب الفيفا او البيس اعتقد ان هم يعرفوا موضوع الميتا بلاير ده. فقلت تمام هدور في الموضوع دوت واشوف ايه اللي بيخلي لعيب اوفر باورد او لعيب بيأدي اقوى من الاتريبيوتس او الصفات اللي موجوده عنده. اتمنى تكون الفكره واصله لكم. يعني ممكن تجيب لعيب مثلا الباسنج او التمرير عنده مثلا واخد فيه 13 درجه من 20، ولكن لما بتشوفه بيلعب في اللعبه تحس انه الباسنج عنده يمكن 19 من 20 مثلا، بيعمل تمريرات في منتهى الدقه في منتهى الجمال. قعدت ادور على ايه السبب اللي بيخلي لعيب يبقى ميتا بلاير. المهم دورت في اليوتيوب قنوات زي زيلاند والار دي تي وكل قنوات الفوتبول مانجر المشهوره، لقيتهم طبعا عاملين، واكيد انتوا شفتوا الفيديوهات دي، عاملين فيديوهات عن اهم الاتريبيوتس او الصفات اللي لازم تكون في كل مركز. بس كان التجارب بتاعتهم فيها نقطه ضعف، ان هم بيعملوا محاكاه للدوري، يعني ما بيلعبوش الماتشات بيشوفوها فول تايم او حتى هايلايتس، لا دول بياخدوا اجازه. انت ممكن في اللعبه تعمل جو اون هوليدي، انك انت تروح في اجازه، وهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا ان هم هيروحوا في اجازه ويرجع في الاجازه دي بعد كذا يوم، او مثلا ارجع في اخر الموسم، تقدر انت تختار انك انت ترجع في اخر الموسم، وبيعملوا ست وبتبدا محرك اللعبه يشتغل اوتوماتيك، وكل واحد كان بيطلع بنتيجه مختلفه. اللي يقول لك القوه البدنيه هي المهمه، واللي يقول لك الصفات العقليه هي المهمه، وهكذا. ولكني كنت لازلت غير مقتنع، لان انا مش عاوز اعمل كده، انا عاوز اتفرج على اللاعبين فعلا وهم بيلعبوا يؤدوا اداء يرضيني. فلقيت نظريه بتتكلم عن الصفات المخفيه الهيدن اتريبيوتس اللي احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده في حلقات قبل كده. الصفات المخفيه في لعبه الفوتبول مانجر كنا اتكلمنا عنها قبل كده في حلقات كتير طبعا. دي صفات بتؤثر على اداء اللاعبين وسلوكهم داخل وخارج الملعب. الصفات دي ما هيش معروضه بشكل مباشر ومش هتشوفها في اللعبه. الصفات دي بتعرفها عن طريق الكشافه او المدربين بتوعك، لما يكون الكشافه دول مستواهم في الحكم عن اللعيبه مستوى جيد. من الصفات المخفيه دي زي ما انتم شايفين كده قدامنا صفات كتير، يهمني منها صفه المهنيه بروفيشناليزم، الصفه دي اللي هي بتاثر على التزام اللاعب بالتدريبات وتعليمات المدرب. الصفه دي من الصفات اللي بتؤثر ايجابيا على تطور اللعيبه وعلى ادائها. وعندي صفه تانية اهم منها بقى هي ثبات الاداء، كونسيستنسي. الصفه دي بتشير الى مدى ثبات مستوى اداء اللاعب على مدار الموسم.
اللعيبة اللي عندهم درجات عالية في هذه الصفة بيقدموا أداء ثابت وجيد في معظم المباريات. طبعا عندي صفة زي البريشر هاندلينج اللي هي قدرة اللاعب على التعامل مع الضغوط النفسية خلال المباريات، وكذلك صفات كتير جدا مش بتظهر في الصفحة بتاعت اللاعب في اللعبة. المهم بعد بحث ودراسة اكتشفت ان اللعبة بتدي اهمية كبيرة جدا للصفات البدنية اللي هي صفات الفيزيكال في اللعبة، دي اللي بتخلي لاعب اوفر باورد او بتخليه ميتا بلاير حتى لو الصفات التكنيكال ما هياش قوية جدا. ده لو انت هتلعب اللعبة وانت بتتفرج على الماتشات، مش هتاخد هوليدي او مش هتاخد اجازة زي ما قلنا قبل كده. طيب قال لك الصفات البدنية دي هي صفات مهمة جدا بتؤثر على اداء اللاعب الفعلي في اللعبة، وكذلك صفة التناسق consistency من الصفات المهمة جدا، وكذلك ايضا في حاجة تانية بتؤثر على اداء اللاعب وهي البرسوناليتي بتاعته او الشخصية بتاعته. اتكلمنا برضو عن انواع الشخصيات في اللعبة، ياريت ترجع للحلقة دي لانها برضو من الحلقات المهمة جدا. شخصية اللاعب والستايل بتاعه من الاشياء اللي بتؤثر على اداء اللاعب في الملعب. الستايل بتاع اللاعب احنا زي ما انتوا عارفين عندنا لعيبة تكنيكال، وعندنا لعيبة بتبقى انتليجنت، وعندنا لعيبة ليدر اللي هم عندهم شخصية قيادية، وعندنا لعيبة كرييتيف، وعندنا لعيبة بتبقى فيزيكال او لعيبة بدنية. اللعيب الكرييتيف او اللعيب المبدع صفاته الاساسية بتبقى الرؤية او الفيجن والباسنج اللي هي التمريرات، واللاعب المبدع ده هو اللي بيمتلك القدرة على ان هو يخلق فرص من لا شيء، بيتميز بمهارات تمرير عالية وقدرة على قراءة الملعب بشكل جيد، بيقدم تمريرات حاسمة وبيفتح الدفاعات المتكتلة. اللعيب التكنيكال او اللعيب التقني بيبقى عنده التحكم بالكورة والدريبلينج والفيرست تاتش بتاعه بيبقوا عاليين جدا. اللاعب دوت زي ما انتم شايفين كده في الوصف بيتمتع بمهارات فنية عالية. اللاعبين دول بيتميزوا بقدرتهم على الحفاظ على الكرة تحت الضغط. عندي اللعيبة اللي هي الانتليجنت بلاير او اللعيب الذكي، ده طبعا تدور فيه على الانتسيبيشن التوقع والديسيجن اتخاذ القرار والكونسنتريشن اللي هو التركيز. اللاعب الذكي بيتمتع بقدرة عالية على قراءة اللعبة واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب. هؤلاء اللاعبين بيعرفوا امتى يمرروا، امتى يعملوا دريبلينج او مراوغة، امتى يشوطوا، وبيتميزوا بقدرتهم على التواجد في الاماكن الصحيحة على ارض الملعب. في اللعيب الفيزيكال او اللعيب البدني طبعا بيبقى الاسترينس او القوة والسرعة البيس والاكسلريشن بتوعه والاستامينة بتاعته، قدرة قوة التحمل بتاعته عاليين. اللعيب البدني دوت بيعتمد بشكل كبير على قوته البدنية وعلى سرعته. اللعيبة دي بتقدر تفوز في المواجهات البدنية وانها تفوز بالكرات العالية وان هي السباقات ضد المدافعين. واللعيب البدني وده الشيء العجيب ان اللعبة مخلياه اوفر باورد. انا مش بقول ان كل لعيب بدني هيبقى اوفر باورد، ولكن ده اللي لاحظته وانا بلعب اللعبة. اكتشفت ان اللعبة فعلا او في نسخة 24 ونسخة 23 ايضا بيهتموا جدا بالصفات البدنية للعيب. طبعا في استخدام امثل لكل نوع من هؤلاء اللعيبة. بيقول لك اللعيبة اللي هي الكرييتيف استخدمها في صناع الالعاب او في الاجنحة. التكنيكال برضو ممكن تستخدمه في الجناح او المهاجم. الانتليجنت استخدمه في لاعب وسط مدافع او قلب دفاع. الفيزيكال استخدمه في مراكز بتتطلب مجهود بدني كبير زي الظهير الفول باك او الوينج باك او المهاجم البدني اللي احنا اتكلمنا فيه عن التارجت فورورد. لو انتم فاكرين اتكلمنا على حلقة وحسيت ان هي ما خدتش حظها من الانتشار بالرغم ان اتكلمنا عنها انها حلقة من الحلقات المهمة، ولكن على اي الاحوال دي اشياء لازم تحطها في اعتبارك وانت بتعمل سكاوتنج او بتدور على لعب. في صفات قلنا مش هنلاقيها في الصفحة بتاعت اللاعب في اللعبة بالرغم ان هي زي ما قلنا بتؤثر على اداء اللاعب، وهو ده اللي خلاني ادور على هذا البرنامج اللي هنشرحه دلوقتي. انا طولت عليكم في المقدمة، ولكن بس انا حبيت اعرض وجهة نظر ليا لاني بدور عليها بقالي كتير، ولغاية هذه اللحظة انا برضو لسه بدور معاكم على اللاعب السوبر اللي انت تشوفه هو بيلعب يرضيك، تحس ان انت مبسوط من ادائه على ارض الملعب. عشان كده ياريتكم تشاركوني بخبرتكم. اكيد طبعا انتوا لعبتوا هذه اللعبة لساعات طويلة، وفي لعيبة كتير انتوا بتلعبوا بيها كانت قدمت لكم اداء حسيت ان هو اداء متميز جدا. ياريت تكتبولي في التعليقات اسماء اللعيبة اللي زي كده. هديكم امثلة على لعيبة انا لعبت بيها وكنت منبهر جدا بادائها الفعلي على ارض الملعب. لعيب زي بوبكر كامارا اللي بيلعب في استون فيلا، يمكن درجاته يمكن ارقامه ما هيش ارقام عالية جدا، ولكنه وانا بتفرج عليه
كنت زي ما بنقول عليها في مصر كده كنت متكيف من لعبه. مع الوضع في الاعتبار ان السكاوتنج عندك في الفريق شوفوا حاطينه في المركز الثامن في هذا البوزيشن، قال لك لو انت هتلعبه في خط الوسط هيبقى في المركز الثامن بعد تياجو وبعد الكسندر وبعد سوبوسلاي وبعد ماكليستر وبعد كورتس جونز، يعني واخدين بالكم؟ بس في واقع الامر لما كنت بلعب بيه لا انا كنت شايفه بيأدي اداء افضل منهم بكتير. اتمنى تكون الفكره واصله لكم. كذلك اللعيب اللي هو سيرجي ملينكوفيتش اللي بيلعب في الهلال، اللعيب دوت ارقامه اي نعم برضو ارقام عاليه، ولكن لما كنت بستخدمه في السنترال ميدفيلدر كان بيأدي اداء برضو كان بيبهرني جدا. انا بتكلم هنا عن اللعبه نفسها. نلاحظ ان كده اللاعبين اللي انا قلت عليهم كانوا لعيبه يعتبروا لعيبه فيزيكال، لعيبه بدنيه الستايل بتاعهم فيزيكال، وواخدين درجات عاليه في الاسترينس او القوه. لعل ده يكون هو السر اللي موجود في اللعبه اللي بتخليهم لعيبه اوفر باورد. يا ريت تكتبوا لي في التعليقات عن اللعيبه اللي انتوا حسيتوا ان هم ميتا بلاير. في الجزء الثاني في هذه الحلقه هنتكلم بقى عن البرنامج اللي بحكي لكم عليه. البرنامج اسمه اف ام جيني سكاوت، ده هتلاقيه على موقع الاف ام سكاوت من المواقع المشهوره جدا، وهسيب لك ان شاء الله رب العالمين رابط لتنزيل هذا البرنامج. البرنامج فيه منه طبعا نسخه ل 24 ونسخه ل 23 ونسخه ل، يعني هو البرنامج صراحه من البرامج القديمه يعني تقريبا من اول فوتبول مانجر 2012. بتعمل داونلود للبرنامج بشكل طبيعي خالص وبتسطبه. طبعا الكلام دوت مش هوريه لكم لانه اعتقد ان هو بديهيات يعني ان شاء الله رب العالمين كلنا نقدر نعمله. بعد تثبيت البرنامج بتبقى الايقونه بتاعته زي ما انتم شايفينها هنا اهو. طيب خلي بالكم قبل ما تشغلوا البرنامج لازم تكون لعبه الفوتبول مانجر تكون مفتوحه، يعني لازم تكون مشغلين اللعبه. دبل كليك على الايقونه بتاعته زي ما انتم شايفين كده هتبدا الايقونه اهي تشتغل. بنبدا اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم بنيجي عند الايقونه بتاعت البرنامج كده اللي موجوده في الشمال فوق واقول له لود جيم، حمل اللعبه. بيبدا زي ما انتم شايفين تحت كده بيعمل هنا لودنج كلابس، بيبتدي يعمل لودنج للداتا بتاعت اللعبه عندك. طبعا الوقت اللي هو بيستغرقه بتتوقف على الداتابيز اللي انت بتلعب بيها، هل بتلعب داتابيز حاطط دوريات كتير ولاعيبه كتير ولا لا، ولكن على اي الاحوال مش هتستغرق منك اكتر من دقيقه بالكتير جدا وتلاقي كل الداتا اتحملت. بالمناسبه البرنامج ده في منه نسختين، نسخه مجانيه دي احنا شغالين عليها، وفي نسخه بتبقى مدفوعه بيقدم لك فيها بعض المميزات الزياده شويه. طبعا احنا هنتكلم عن النسخه المجانيه. بيقول لك هنا خلاص اللعبه هنا اتحملت، بيقول لك جيم لودد سكسسفولي، عندك 95,000 لعيب، عندك 41,000 اللي هم بيقول مدربين بقى والسكاوتس وكل الحاجات دي، وعندك في الداتابيس بتاعتك 3958 نادي. طيب نبدا على بركه الله. بصوا يا شباب انا حضرت هنا اول حاجه بعملها ندور على السيرش. عندي اقدر اعمل بحث عن اللعيبه وبحث عن الستاف بتوعي اللي هم المدربين وكده وبحث عن الانديه. انا طبعا هنشرح بشكل سريع جدا، لو الحلقه لاقت قبول هبتدي اشرح تفاصيل اكتر في البرنامج، ولكن انا هشرح لكم البيزك او المبادئ بتاعت البرنامج. تعالوا ندور كده على اللعيبه بلاير سيرش. بصوا يا شباب شايفين اللسان دوت او التاب ده اللي اسمه الجنرال. لو انت عاوز تدور على لعيب بالبيست بوزيشن، يعني ايه بيست بوزيشن؟ يعني عاوز تدور على لعيب احسن بوزيشن عنده يبقى جول كيبر، او لعيب احسن بوزيشن عنده يلعب ليبرو، او لعيب يلعب فول باك من ناحيه الشمال وهكذا. لو انت عاوز تدور على لعيب باسم معين او سن معين او نيشن معين، يعني على سبيل المثال مثلا انا عاوز ادور على كل اللعيبه المصريين اللي موجوده في اللعبه مثلا. تمام يا شباب. طيب هنا الريفوليوشن او الشهره بتاعتهم يمكن من الحاجات اللي ما تهمنيش قوي. طبعا عندنا صفتين يمكن ما بيظهروش برضو في صفحه اللاعب، اللي هي الكرنت ابيليتي اللي هي قدره اللاعب الحاليه، والبوتنشال ابيليتي القدره اللي اللاعب ممكن يوصل لها او اقصى قدره ممكن اللاعب يوصل لها. طيب لو انت بتدور على لعيبه مثلا عاوز الكرنت ابيليتي بتاعتها ما تقلش عن مثلا 150، ممكن هنا من الاسهم هنا زي ما انت شايف كده بالماوس زي ما انا بعمل، او من لوحه المفاتيح على طول ممكن تكتب تقول مثلا انا عاوز اشوف كل اللعيبه اللي هي الكرنت ابيليتي بتاعتها 150.
ماشي عاوز وبسيب بقى دي فاضيه هيجيب لي كل اللعيبه اللي هي ما بين ال 150 لل 200 ويكونوا لعيبه مصريين. تمام يا شباب؟ دوت اول لسان. لو انت عاوز تدور على لعيب بالكونتراكت بتاعته، يعني عاوز تدور على لعيب يبقى محطوط في قائمه الانتقالات او لعيب محطوط في قوائم الاعاره، عاوز تجيب لعيب هل هو يكون فري ترانسفير او العقد بتاعه اكسباير تخلص او هيخلص كمان 6 شهور او هيخلص كمان سنه وهكذا. التكنيكال دي بقى الصفات اللي انت ممكن تدور عليها، ودي اللي بتبقى ظاهره في الصفحه بتاعت اللاعب في اللعبه. انت عاوز لعيب مثلا الدريبلنج بتاعه ما يقلش عن 15 من 20، فبتيجي هنا مثلا وتقوم كاتب 15. تمام يا شباب؟ المنتال دي بقى من الحاجات المهمه جدا. ليه؟ لان فيها بعض الصفات اللي احنا لسه متكلمين عنها اللي هي الهيدن اتريبيوتس او الصفات المخفيه. صفه زي الكونسيستنسي او التناسق او الاتساق، دي قلنا عليها صفه مهمه جدا جدا في اداء اللاعب. وفي صفه تانية يمكن ما اتكلمناش عليها لما اتكلمنا عن الصفات المخفيه اللي هي الامبورتنت ماتش. اللعيب اللي بيحب او اللعيب اللي بيأدي اداء كويس في ماتشات الديربي او في الماتشات المهمه او في ماتشات الكؤوس، دي صفات انا شخصيا بدور عليها. عاوز لعيبه بتبقى ما تقلش مثلا عن 15 مثلا في الامبورتنت ماتش، وما تقلش عن 15 مثلا في الكونسيستنسي. ادي الفيزيكال اند اذر. الفيزيكال دي صفات بعضها موجود في صفحه اللاعب وبعضها مش موجود. زي الصفه دي، الصفه دي كل ما تزيد كل ما يكون تعرض اللاعب للاصابه بيكون اعلى. عشان كده ببقى بدور على لعيبه الصفه دي مثلا ما تزيدش عندهم عن 10. صفة الفيرساتيليتي او القدرة على ان هو يلعب في اكتر من مكان، دي برضو تعتبر من الصفات المهمة. طيب ادي المينتال تريتس زي ما قلنا. خلي بالكم لو انتوا عاوزين ترجعوا بقى ارجعوا لي الحلقة اللي اتكلمنا فيها عن هذه الصفات، مش هنقعد نشرحها كلها، بس بشكل سريع كده. الادابيلتي قدرته على التأقلم في البيئات الجديدة، والطموح والجدل هل هو بيحب يجادل كتير مع المدرب بتاعه مع وسائل الاعلام ولا لا، الولاء، البريشر، قدرته على تحمل الضغوط، بروفيشناليزم، مدى احترافيته في التعامل وهكذا. واقدر برضو بيختار لعيب عاوز مثلا الليفت فوت بتاعته تبقى قوتها قد ايه، الرايت فوت بتاعته قد ايه، تجيب الهايت والوايت، تجيب الطول والوزن بتاعه. ولو عاوز تدور على لعيب عنده صفات معينه، عنده سمات او نزعات فطريه اللي احنا كنا اتكلمنا برضو عليها قبل كده في حلقات قبل كده، عاوز مثلا لعيب بيكون بيلعب بلاي شورت سيمبل باسز، بيلعب التمريرات القصيره، او لعيب بيلعب 1 2 وهكذا. الكلام دوت طبعا ممكن تعمل عنه بحث وانت جوه اللعبه. يعني لو انا جيت هنا في اللعبه نفسها وجيت هنا في السكاوتنج وجيت في البلاير والبلاير اند رينج وجيت هنا، اللعبه بتسمح لك انك انت تدور على لعيبه بمواصفات معينه وتختار المراكز بتاعتهم وتختار السن بتاعهم من كذا لغايه كذا، وانك انت بتحط كونديشن. انا عاوز لعيب مثلا الناشوناليتي بتاعته مثلا يبقى انجليزي، عاوز لعيب يكون التريت بتاعته بلاير تريت مثلا يكون لعيب بيعمل مثلا كات انسايد فروم ذا ليفت وينج، لعيب بيعمل كات انسايد من الشمال. الكلام دوت ممكن تلاقيه في اللعبه، ولكن مست البرنامج زي ما قلت لكم ان هو بيظهر لك الصفات اللي هي مخفيه الهيدن. انا في هذه الصفحه وهدوس كده اوكي، هيعمل تشيكنج للداتابيز بتاعت اللعبه زي ما انتم شايفين، وهيجيب لك مثلا الثلاث لعيبه اللي احنا فيهم المواصفات دي. جايب لي هنا محمد الشناوي اللي بيلعب في النادي الاهلي جول كيبر، جايب لي علي جبر وسام مرسي ومحمد صلاح. مجرد انك انت بتقف على اللاعب مثلا زي محمد صلاح وتعمل عليه دبل كليك، بيفتح لك الصفحه اللي انت شايفها دي، جايب لك فيها البيرسونال ديتيلز بتاعته، الناشوناليتي بتاعته ولعب كام ماتش دولي والكلام ده كله اللي احنا عارفينه. بيجيب لك هنا النقطه اللي هي لما بقول لك ما تظهرش دايما في اللعبه اللي هي الكرنت ابيليتي وبوتنشال ابيليتي والتكنيكال اتريبيوتس بتاعته والمنتال بتاعته. تمام، هنا بقى بيهمني هنا الهيدن اتريبيوتس زي اللي احنا اتكلمنا عنها. لو جينا هنا ناحيه اليمين وبصينا هنا على ترانسفير، بيجيب لك الكونتراكت بتاعه الديتا بتاعه، ننزل عند البوزيشنز. لما يلعب ميدفيلدر سنتر
في هذا المكان بينتقص من قدراته كتير، بيبقى مثلا 10 من 20. لو هيلعب اتاكينج ميدفيلدر ناحيه الشمال بيبقى 16، اتاكينج ميدفيلدر سنتر هيبقى 12، وهكذا. زي ما انتم شايفين يعني بيقول لك افضل بوزيشن ليه ان هو يلعب اتاكينج ميدفيلدر ناحيه اليمين او تلعبه سترايكر، وبيشرح لك الليفت فوت والرايت فوت بتاعته، وبيشرح لك التريتس بتاعته ان هو بيحب يسدد بدقه، ان هو بيحاول يكسر مصيدة التسلل، بيحاول يعمل دريبلينج ويجري بالكوره كتير، وهكذا. الجنرال ريتنج هذه اشبه باللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، وادي هنا البوزيشنال ريتنج اكثر تخصصا بقى. نفس الكلام برضو، لو هيلعب فاست سترايكر يبقى تقديره تقريبا 91%، لو هيلعب تارجت مان او تارجت سترايكر من اللعيبه اللي بتعتمد على قوتها هيبقى 83%، وهكذا. وادي هنا الرول ريتنج، افضل ديوتي دي يعني لو لعب انسايد فورورد هيبقى في الدور سبورت هيبقى 95.2 من 10، في الدور اتاك 95.3 من 10، وهكذا. ده هنا بيحددك بدقه اللاعب افضل ديوتي ممكن تلعبه له وافضل بوزيشن. هل انت بتختار بقى هتلعبه ادفانسد بلاي ميكر، هتلعبه وينجر، هتلعبه انفرتد وينجر، وهكذا. وده هنا تقرير الكشافه، ده تقرير اللي بيجي لك لما بتعمل سكاوت من اللعبه عن اللعيب. تقدر تعمل سكاوتنج من البرنامج بشكل سريع جدا، وما تحتاجش تستنى السكاوتنج بتاع الفريق بتاعك بتاع التيم بتاعك. او لو انت عاوز تعمل سكاوتنج على عدد كبير جدا من اللاعبين وما عندكش سكاوتس كتير في طاقم التدريب بتاعك. طيب هنفترض ان انا الاربع لعيبه دول عاوز احطهم في شورت ليست. عادي هنا عند الماي شورت ليست واقول له سيف شورت ليست. بصوا كده لما بعملها تقدر تسيف شورت ليست وتظهر لك في اللعبه. بمعنى مثلا الشورت ليست اللي انا عاملها دي مثلا هسميها مثلا ايجيبت على سبيل المثال، تمام يا جماعه، واعمل لها سيف. لو انا جيت في اللعبه نفسها وقمت جايب الشورت ليست بتاعتي وجيت من هنا وهقول له لود شورت ليست، هلاقي ان ايجيبت ظهرت عندي اهي. اعمل عليها سيلكت واختار لود، ادي الاربع لعيبه او الثلاث لعيبه اللي كانوا ظاهرين في الشورت ليست. واقدر كمان اعمل اكسبورت للقائمه اللي ظاهره قدامنا دي، لو انت عاوز تعملها ملف اكسل او ملف تكست او كصفحه ويب. طيب نيجي هنا عند السيرش الثاني. ممكن تعمل سيرش عن المدربين، الاستاف سيرش بتوعك. تعالوا كده نبص هنا الجنرال، عاوز ادور على استاف يكون الكرنت ابيليتي بتاعته مثلا ما تقلش عن 150، باجي هنا مثلا واقوم قايل له 150، تمام. او عاوز تدور على كوتشز مثلا، انت بتدور على الديفندنج تاكتيكال تريننج ريتنج. فاكرين لما كنا بنتكلم في حلقات قبل كده عن التريننج، وقلنا لما بتجيب هنا التريننج وتجيب الكوتش وتجيب هنا الايديت كوتش اساينمنت، وقلنا ان التدريبات بتاعتك متقسمه لمدربين مسؤولين عن الجول كيبنج، مدربين مسؤولين عن الديفندنج تكتيكال اللي هي الاجريشن والكونسنتريشن والبوزيشننج، او ديفندنج تكنيكال اللي هي الماركينج او التاكلينج، وهكذا. وقلنا ادي الاتاكينج وادي البوزيشن وادي الفيتنس وادي السيت بيسز. كل مدرب منهم بيتحط على حسب امكانياته. يعني المدرب دوت زي ما انتم شايفين كده مكتوب هنا، المدرب دوت مكتوب هنا ان هو ديفندنج تكتيكال، ده الكاتيجوري بتاعته ان هو ديفندنج تكتيكال. احسن مركز يتحط فيه هو ديفندنج تكتيكال. بيتر مثلا الاسيستنت كوتش بتاعنا احسن كاتيجوري ليه اللي هو البوزيشن تكتيكال. زي ما شايفين كده انا حاطه هنا في البوزيشن تكتيكال، وهكذا. شايفين درجاته هنا تحت مديك مثلا 15 و17 وهكذا. خلي بالك بالمناسبه لو الاستاف بتاعك ماسك دورين مع بعض، يعني لو انا بصيت على بيتر دوت هنا اهو هلاقي ان هو ماسك اسيستنت مانجر وماسك بيرفورمانس انالايزد محلل اداء، ده بيقلل شويه من قدراته لانه بيعتبر ماسك وظيفتين. ولكن المهم احنا فهمنا يعني ايه الكاتيجوريز. فانت مثلا هتدور على مدرب يكون الديفندنج تكتيكال تريننج بتاعه مثلا ما يقلش عن 9، تمام. بتدور مثلا على كوتشنج منتال، بتدور على المنتال بتاعته. ده لو انت عاوز تدور على وظائف معينه، الاتاكينج بتاعه قد ايه، الديفندنج بتاعته قد ايه، وهكذا. وطبعا يعني مش هنستطرد لان المفروض ان احنا خلاص بقينا بروفيشنال في بقى في اللعبه، فاهمين الكلام ده كله. فاهمين يعني ايه منتال اتريبيوتس، ويعني ايه النولج بتاعتهم والميديكال والسكاوتنج بتاعتهم، الدرجات بتاعتهم. طيب
دي برضو بعض الصفات اللي هي التكنيكال والنون تكنيكال. لو هو مدربين هذا المدرب بيميل للهجوم قد ايه، بيميل ان يبقى في عمق في الاداء بتاعه في اللعيبة بتاعته، يعني الخطة اللي هو بيفضل يلعب بيها. تمام يا جماعة واثر وهكذا. طيب يعني على سبيل المثال انا اخترنا عشوائي كده شكل عشوائي واقول له اوكي. هنا جاب لي ادي كل الكوتشز او كل الموظفين اللي الكرنت ابيليتي بتاعتهم ما تقلش عن 150. طبعا انت ممكن لو انت ضغطت كده ضغطه يعمل لك العمود دوت بشكل تنازلي، ضغطه تانية وهكذا. طيب لو انا عملت كده وهشوفت، طبعا انا هنا احمد عاطف هنا طبعا جايب عشان هو دوت الاتريبيوتس بتاعتي في اللعبه. طبعا ادي هنا هتلاقي تاني واحد بعديك على طول مثلا هيبقى جوارديولا، يورجن كلوب، اليكس فيرجسون وهكذا. لو انت عملت دبل كليك على مثلا واحد فيهم على مثلا كلوب، ادي اهي ادي الستاف بروفايل بتاعته، الناشوناليتي بتاعته، اتولد امتى، والجوب بتاعته وهكذا، وادي الرولز اللي هو ممكن يعملها ان هو يبقى هيد كوتش. ماشي، الحته دي مهمه جدا يا جماعه. دوت مثلا مش هتقدر تاخده معاك في الفريق بتاعك، مش هينفع يبقى في الستاف بتاعك لان الهيد كوتش بتاعته هو 20، مش هيرضى يبقى اسيستنت كوتش ولا هيرضى يبقى كوتش. تمام غالبا يعني. ادي الهيدن اتريبيوتس بتاعته، وادي الريتنج بتاعه في كل وظيفه. لو هو هيد كوتش كان هيوصل لكام، لو هو كوتش هيبقى قد ايه، لو هو اسيستنت كوتش هيبقى قد ايه وهكذا. ده بالنسبه لو انت بتدور على مدربين. اخر حاجه في قائمه السيرش دي اللي هي الكلاب سيرش، لو انت بتدور على انديه بعينها، عاوز تدور على انديه مثلا الفاسيلتيز بتاعتها، التريننج فاسيلتيز بتاعتها او المرافق التدريب بتاعتها مثلا ما يقلش عن 15 مثلا، ماشي مثلا، او هنخليها 14 عشان يظهر لنا عدد اكبر شويه. دي هنا النواحي الماليه، عاوز هنا الترانسفير بادجت بتاعتهم قد ايه وهكذا. يعني بتختار اوكي على حسب بقى، اعتقد كل المعلومات دي انتوا عارفينها اكيد ما فيهاش جديد يعني، وتقول له اوكي. هيظهر لك كل الانديه اللي موجوده اهي. انا بختار الكلام ده لما ابتدي اعمل سيف جديد وباجي ارتب الترانسفير بادجت، ماشي، اشوف اغنى انديه تبدا بيها. هتلاقي طبعا نادي زي نادي الاتحاد السعودي برغم ان انت مش هتلاقيه في اللعبه على حد علمي يعني، هيجي بعديه على طول نادي برايتون. شايفين نادي برايتون بيبدا بترانسفير بادجت تقريبا 69 مليون. ترانسفير بادجت طبعا بيسمح لك انك انت تشتري عدد اكبر من اللعيبه، ويليه نادي ليفربول، وبعد كده نادي بايرن ميونخ، ونادي شختار التركي، والمان سيتي وهكذا. فتقدر لو انت بتدور على نادي على حسب الامكانيات بتاعته. نقطه اخيره هقولها، انا مش عاوز اطول عليكم لان طولت عليكم كتير. وانت بتعمل بلاير سيرش وبيظهر لك هنا لعيبه، شايفين هنا كل الاعمده اللي ظاهره دي، الايج بتاعته مثلا، عدد ظهوره في المباريات الدوليه، والكرنت ابيليتي والبوتنشال ابيليتي وهكذا. انت ممكن لو انت جيت هنا في اي مكان فاضي ودوست كليك يمين، شايفين ممكن تحط اعمده اضافيه، يعني مثلا على سبيل المثال عاوز تشوف الفتنس بتاع اللاعب، هتدوس على الفتنس هيظهر لك ادي الفتنس بتاع اللاعب اهو، الفتنس بتاعه واصل معاه كام في الميه. عاوز تجيب الكونتراكت انت هيخلص امتى، العقد بتاعه يخلص امتى. عاوز مثلا اللاعب دوت، لو انا مثلا بدور على ديفنسيف ميدفيلدر، دوس كده على ديفنسيف ميدفيلدر يجيب لك هنا ريت اللاعب دوت كديفنسيف ميدفيلدر ياخد ريت قد ايه كام. لو انت رتبتهم كده ترتيب برضو تنازلي، هتلاقي مثلا اللعيبه اللي في الاول دي فوق كلها لو لعبوا ديفنسيف ميدفيلدر هيبقوا واخدين 20 من 20 في الدرجات بتاعتهم. طيب مش معنى كده ان اللعيب ده هيبقى سوبر يعني، بس هو بيقول لك ده افضل بوزيشن ليه. تمام، هتدوس انت بقى على اللعيب، اي لعيب انت عاوزه، مثلا جورجينهو عارفينه بتاع البرازيل، وتبتدي زي ما علمتك بقى تبص على الاتريبيوتس بتاعته وتبص على الهيدن اتريبيوتس بتاعته. الكلام دوت هيديك فكره عن اللاعب قبل ما تتعاقد معاه. مش هطول عليكم اكتر من كده، اتمنى تكون الحلقه مفيده. عاوزكم تتفاعلوا معايا في تعليقات عن لعيبه انتوا اتعاقدتوا معاها وشفتوها بتلعب اداء كويس جدا في محرك اللعبه، ولو انتوا احتجتوا معلومات اكتر عن الرموز اللي ظاهره عندي فوق هنا اهو، ممكن نشرحها كلها في حلقه تانية فيما بعد، هتبقى مليانه معلومات اكتر شويه. بس
متوقف على تفاعلكم مع هذه الحلقه. لو الحلقه عجبتكم هنعمل بيها الجزء الثاني نشرح فيها بتفاصيل اكتر شويه. حبيت بس اديكم فكره اوليه عن هذا البرنامج، والى ان القاكم ان شاء الله رب العالمين في حلقات قادمه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.